رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وفي هذه الفقرة رح نتكلم عن بعض المعلومات الطبية والصحية اللي بالتحديد لازم تكون من مصادر موثوقة. بالرغم من ذلك، في كل فترة نتابع على منصات التواصل الاجتماعي هبة جديدة أو حتى ترند جديد. اليوم رح نتكلم عن آخر الترندات، وهي استخدام حبوب فيتامين الحديد أو الفيروغلوبين لارتباطه بتوقف تساقط الشعر وأيضا زيادة النمو بنسبة كبيرة للشعر. حتى نتكلم عن هذه الحقيقة بتفاصيل أكثر، تنضم معنا عبر سكايب الدكتورة ابتسام القحطاني، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل. أهلا وسهلا بك دكتورة ابتسام. أكيد في البداية حابين نعرف منك حقيقة هذا الموضوع، ارتباط الحديد وأيضا الفيروغلوبين على صحة الشعر ومدى فعاليته في تساقط الشعر. يا هلا، حياكم الله، مساء الخير جميعا عليكم. هلا وسهلا. بالنسبة للفيتامينات بشكل عام اكيد مفيدة للشعر، لكن اذا بنتكلم بالتحديد على الفيروغلوبين بما انها هي الهبة الان، الفيروغلوبين لازم نعرف ايش مكوناتها. هي تحتوي على الحديد 17 تقريبا ملي جرام، تحتوي على الزنك، النحاس، هذه تعتبر معادن، مع فيتامين ب 6 وب 3 وفيتامين سي وفوليك اسيد. طبعا كل هالمكونات مهمه للشعر، لكن هل يعني الجميع حيتحسن على استخدام الفيروغلوبين؟ طبعا لا. في حال كنت فقط تعاني من نقص الحديد او بعض الفيتامينات المذكوره في المكونات حقتها، ممكن يكون له تاثير ايجابي على صحه الشعر. التساقط طبعا عندنا حالات كثيره، يا اما يكون تساقط شعر طبيعي اللي هو من حدود 50 الى 200 شعر باليوم، هذا ما راح يعني تاثير كبير عليه. الناس اللي يعانون من تساقط طردي، سواء كان تساقط كربي او تساقط نمطي وراثي، هذا يحتاج لعلاج اخر غير الفيتامينات، ما ينفع الاعتماد فقط. يعني دكتوره، اليوم اعتقد الشعر او صحه الشعر وجمال الشعر شيء اساسي، زي ما ذكرتي رؤى في بدايه المقدمه، انه فعلا اليوم احنا بالهيبه، على قولتهم بالهيبه، ندور جمال الشعر وجمال البشره، وندور المعلومه على قولتهم بشمعه. صحيح. الواحد يدورها من الاخصائيين والاطباء والمختصين في هذا المجال، فيهمنا كثير انه احنا نرجع للدكتوره ابتسام ونسالها عن هذا الموضوع، لانه فعلا اليوم اعتقد عندنا كلنا مشاكل بشعر، سواء من سيدات او حتى رجال، هو من المويه، هو من التغذيه، احنا تغذيتنا سيئه، ولا هو من نقص الفيتامينات. فلذلك تسمحي لي رؤى، واكيد مشاهدينا، نرجع للدكتوره ابتسام. اهلا وسهلا، حياك الله من جديد دكتوره ابتسام. هلا، الله يحييكم. نعم، تفضلي. قبل شوي ما كنا نسمعك، كان سؤال رؤى اللي هو صحة تأثير الحديد أو الفيروغلوبين على صحة الشعر. الفيتامينات والمعادن بشكل أساسي مهمة جدا لنمو الشعر والأظافر والبشرة، لكن هل الفيروغلوبين حد ذاتها بالاسم فقط، لأن مكوناتها جدا ضعيفة، تأثر فعلا على الشعر؟ يعني ما اعتقد انه ذاك التأثير قد الاعلانات او قد الحبة اللي طايحين فيها في السوشيال ميديا. يعني اي شخص يعاني من نقص الحديد يحتاج الى علاجه. طبعا كمية الحديد تحدد الفيروغلوبين مجرد 17 ملي جرام، هي تعتبر قليلة جدا، ممكن يحتاج الى فيتامينات ثانية يكون تركيزها اعلى. المعادن كمان الموجودة اللي فيها نحاس وزنك طبعا مهمة يعني لصحة الشعر ولإعادة نموه، لكن عمرها ما تكون هي الحل الاساسي لعلاج تساقط الشعر، خصوصا انه عندنا معدل طبيعي لتساقط الشعر من 50 الى 200 شعره باليوم، هذه مهما اخذنا فيتامينات ما راح تتغير، تعتمد على طبيعه جسمك وجيناتك. اذا كنت تعاني من تساقط شعر نمطي وراثي او كربي، هذا بيحتاج علاجات اخرى مع الفيتامينات. طبعا ما دور الفيتامينات بس، مو فقط الفيروغلوبين اللي مفيده. طيب دكتورة ابتسام، هل تأثيره يعتمد من شخص إلى آخر؟ وإذا كان هذا الشخص يعني سليم أو شخص ثاني يعاني عن الآخر؟ طبعا أكيد، إذا كنت شخص يعاني من نقص في الفيتامينات، تأثيره بالنسبة لك راح يكون أكبر بكثير من شخص معدل الفيتامينات في جسمه طبيعي، فما راح يكون في اختلاف كبير. الشيء الثاني، الصحة بشكل عام، إنه في أشخاص كثير عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي تمنعهم من امتصاص الفيتامينات أو المعادن بشكل طبيعي، فممكن يستخدمونها وما يستفيدون للاسف. عشان كذا في حالات كثير نقص الحديد تلجا لاستخدامه عن طريق الوريد لتعويض النقص، لانه عن طريق الفم ما يتحسن.
نعم نعم. طيب دكتورة ابتسام، خلينا أيضا نسألك بشكل عام، أن احنا موضوعنا عن جمال الشعر وصحة الشعر بالتحديد، إذا يعني زي ما تفضلت الفيروغلوبين يمكن ما يكون له علاقة مباشرة بصحة الشعر، طيب إيش الفيتامينات اللي لها علاقة وحتى لو كانت ناقصة ممكن تأثر بشكل سلبي على صحة الشعر؟ فيتامينات كثيرة، من ضمنها وأهمها مخزون الحديد وليس الهيموجلوبين فقط. أحيانا يكون الهيموجلوبين طبيعي بينما مخزون الحديد عندنا ناقص كثير. كمان فيتامين د نقصه كثير يأثر على الشعر وعلى جميع الخلايا المتجددة بشكل سريع في الجسم. كمان فيتامين ب 7 اللي هو البيوتين، ولكن المشكلة إنه الحين ناخذونه بكميات جدا عالية، هو الاحتياج الطبيعي حقه من 30 إلى 100 مايكروغرام، ما هو ملغرام، مايكروغرام باليوم. كمان في مستخلصات كثيرة طبعاً هي مو موجودة دائماً في الغذاء الطبيعي لنا، لكن لها فائدة على الشعر، هي مستخلصات عشبية زي زيت بذور القرع، نبات البيض الشوكي أو المنشاري، مستخلص بذور ديل الحصان أو حتى بذور الدخن، كثير موجودة في أغلب الفيتامينات الخاصة بالشعر مو الفيروغلوبين. دكتورة ابتسام القحطاني شكرا لك ولتواجدك معنا اليوم. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل، ولكن بعد الفاصل ما هي آلية تقييم الأداء الوظيفي وهل يحق للموظف الاعتراض عليه؟